فتحنا فيجن كامل لكل الآلات وخلينا الناس يتعاملوا مع آلات ويمسكوا آلات حقيقية غير اللي بيشوفوها على النت. صار في جيل كامل واعي وناضج وفاهم وبيستعمل الموسيقى في قضايا ثقافية كبيرة وفي قضايا لها علاقة في الوسط الفلسطيني أو في القضية الفلسطينية. حبيت أختار الجيتار لأنه يعني كان عندي اهتمام فيه من زمان، كنت أحب يعني الأغاني والصوت الأصوات اللي بيطلعها، وكمان لأنه لما أنت تتعلمي على الجيتار بتصير سهل عليك تستخدم باقي الآلات. لليوم صار في نقلة كبيرة ونوعية في عالم الموسيقى في قطاع غزة وإقبال الشباب والبنات على إشي اسمه موسيقى في غزة. كان زمن الإشي يعتبر شبه عيب إنه الواحد يحمل جيتار أو آلة في ظهره أو عود،